بدايتي هذه بدات بدعم من برنامج تفنن، بدينا لنا عام التالي حاولنا نختاروا لي تالون اللي موجودين في القصرين، خيرنا مواهب يمكن 70 موهبه كانت معانا في البروجي، وبعد عام الخدمه كل اسسنا البروجي هذا اللي هو اوبيريت عاليا، واللي لقيت صدى كبير برشا وقاعده تدور في اللي فيستيفال الكل. ودونك حاجه باهيه بالنسبه للشباب نتاع القصرين انهم يكونوا هما سباقين في انهم يأمنوا عروض فنيه، وانهم يكونوا من شباب عاديين الى فنانين على المسارح، ويحاولوا يدوروا تونس الكل ويمروا التجربه هذه بكل ما فيها من روح ايجابيه. دونك نشكر تفنن اللي كان معنا شريك في النجاح هذايا. تواصلت التجربه مع برنامج تفنن حتى في فيستيفال دي جون، دونك سناب يكون معنا هو في الشريك اساسي في مهرجان شباب القصرين، واللي باش يكون في دورته الثالثه، واللي باش يكون لاول مره في صيغته الدوليه، باش يستضيف جروبات من برا من تونس وفنانين من برا من تونس، وباش يكون من 22 حتى 28 مارس. دونك الناس كل مرحب بكم معنا، وشكرا لكم انكم دعمتونا.